أعزائي المشاهدين، يمكن ده الأوتوبيس الخاص بالحفلة الخاصة بالمنتخب الغاني، واللي اشتكوا منه المنتخب الغاني بشكل كبير جدا وتحديدا المدير الفني للمنتخب الغاني. يمكن هو الحافلة والأوتوبيس مختلفة تماما عن الأوتوبيسات التانية الخاصة بكافة المنتخبات، هنشوفها مع حضراتكم برضو من خلال الصور الآتية. يمكن ده الأوتوبيس الخاص بالمنتخب الجزائري، ويمكن ده الأوتوبيس اللي بصفة عامة اللي كل المنتخبات بتركبه، لكن واضح ان يعني منتخب الغاني الحفلة الخاصة بيه مختلفة تماما. مصر بصراحة يعني هنا بيعوزوا اتوبيسات، لو بيعوزوا طيارات كمان بنداله. ما اعتقد مباراة مصر وايسلندا في طريقها للنهاية، ومصر على وشك الوقوع في الخسارة. خلص فرق كام؟ خلص فرق 3 للمنتخب الايسلندي. قلت لكم ان هو احنا فرطنا في البداية، وبالتالي خدنا رابع المجموعة بكل اسف، وكده هنخرج من المانيا ببساطة. من عارف الله اعلم ممكن يحصل ايه، لكن انا حزين للخسارة لانه لم نتعامل بالاحترام الكافي مع المنتخب الايسلندي. احنا كسبنا تشيك فرق 3، ايسلندا كسبت تشيك فرق 12، فلو كنا اديناهم احترامهم الكامل كان الدنيا تبقى. اقول لكم نتائج المانيا بقى. المانيا كسبت بولندا 29-26، كسبت روسيا 27-26، تعادلت مع الدنمارك 30-30، كسبت الارجنتين 28-23، هتفوز النهاردة على السعودية بمنتهى السهولة، لكن فريق عنيف يعني. ربنا ييسر الحال، وقد تكون يعني تجربه لكابتن مروان رجب. يمكن احنا بنلعب في الماتشات الجامده احسن شويه طبيعتنا، لكنه كسبت السعوديه كام. في كل الاحوال ربنا ييسر ان شاء الله، وكنا عايزين نبقى احسن شويه. كسبت السعوديه فرق كام؟ 36-19، والفريق السعودي لانه اصلا ما كانش موجود بعد انسحاب المنتخب الاماراتي والمنتخب البحريني، دخلت ايسلندا عشان تكسبنا، ودخلت كمان السعوديه. السعوديه ما كانوش متواجدين بقوه في هذه البطوله، او ما كانش عندهم استعداد جيد لهذه البطوله. عموما منتخبنا خسارته الثانيه، كان خسر من فرنسا فرق 4، والنهارده بيخسر من فريق ايسلندا فرق 3. تعادلنا مع السويد في افضل مباراه البطوله، كسبنا التشيك في واحده من مباريات الرائعه، وكسبنا الجزائر في بدايه هي كانت الاقوى لمنتخبنا الوطني في هذه البطوله. برادفورد بيطيح بتشيلسي من كاس الاتحاد الانجليزي باربع اهداف مقابل هدفين، ومعظم الاخبار بتؤكد انه محمد صلاح قد يغادر النهارده فريق تشيلسي الى نادي روما. ومانشستر ايضا سيتي خسر من فريق ميدلسبرا بهدفين للا شيء يعني. الحقيقه انا الحقيقه ببدي يعني عتابي على موقع اليوم السابع بوضوح شديد جدا، يعني انه زميل رمضان حسين خد الكلام اللي قاله الكابتن علي عبد الصادق كله عندنا، لكن ما نسبوش لينا. احنا الحقيقه بنقول اليوم السابع، وبنقول من الاخوه الافاضل من كل المواقع، بحاول اجيب كل المواقع بلا استثناء، لانه بياخدوا من مواقع كثيره جدا لزملاء بالصوت وبالصوره، وده شغلهم يعني. هل في مثلا موقف مننا يعني اكد علي عبد الصادق انه فوجئ بغلق ملف التفاوض من قبل مسؤولي نادي بتروجيت من اجل ضم اللاعب اسلام سري، لا يعلم الاسباب. قال ان في عروض من بعض الانديه لضمه. عن موسى هيدان قال هو متمسك بالرحيل، انه عايز يلعب بره مش يلعب هنا. وعن وليد سليمان قال انه حصل على جزء من ساعاته، اللي قاله بالظبط الكابتن علاء هنا. فكنت اتمنى من الزملاء الاعزاء، لان احنا بنحترم جدا 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 كل المصادر، كل المصادر. انا ببقى حريص ان كل المواقع تبقى ممثله هنا. اليوم السابع، الوطن، الشروق، في الجول، يلا كوره، فيتو، الفجر، الوفد، الاهرام، كل المواقع يعني. وبننسبها ليهم، اقول نقلا عن اليوم السابع، نقلا عن الفجر، نقلا عن الشروق، نقلا عن كذا، وانفردوا بخبر كذا وقالوا خبر كذا. فبالتالي اتمنى ان هم يعني يعاملونا بنفس المعامله، لانه دي ابسط القواعد، احنا كلنا زملاء في النهايه. فكنت اتمنى ان هم ينسبوا الخبر لنا، انه لو دي سياستهم مع كل المواقع كنت اقول ماشي اوكي مفيش مشكله، لكن ما تبقاش مع يعني او مع كل البرامج. لكن الحقيقه انا لاحظتها اكتر من مره انه في محاوله
انه يعني من عندنا بالبرنامج بالتحديد احيانا بيبقى الخبر مجهل او مش منسوب لمصدره، وده اقل حقوقنا زي هم اليوم حقوق علينا احنا بنديهم ثالث من ثالث، ده حقهم علينا. اتمنى ان ده يكون موجود، ده برضو اعتاب الاحباب يعني، ارجو ان هم يتقبلوه بهذه الطريقه. يعني كان في مباراه ما بين غاغا والواسطة وتم الغاء بسبب الاعتداء على الحكم، نعرف من زميلنا احمد عبد الملك ايه اللي حصل. مساء الخير يا احمد. مساء الخير يا كابتن شبيه، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومحبي سي بي سي 2 في كل مكان. اهلا، ايه اللي حصل؟ كابتن شبيه، يعني حضرتك بدات المشكله ان احنا مديريه امن المنيا ومدير امن المنيا رافض اللعب داخل محافظه المنيا لاي نادي بدون امن، يعني هو رافض اللعب، رافض اللعب تماما. على عكس بقيه المحافظات. النهارده كان في ماتش في القسم الثاني بين الواسطه ومغاغه على ملعب مغاغه. الحكم اسمه اسامه العارف لعب المباراه، طبعا في حضور جمهور الانديه بتلعب على مسؤوليتها الخاصه كابتن شوبير بامن داخلي كده من افراد النادي. المشكله في الدقيقه 25 زي ما الشوط الثاني كان في طالب اعضاء الجهاز الفني المغاغه ولاعبين مغاغه بضربه جزاء. الكابتن اسامه العارف طبعا ما احتسبهاش، شايف ان هي مش ضربه جزاء على الفور كده، واحد من الجمهور كده تعدى عليه باللفظ يا كابتن شبيه. كابتن اسامه عارف ما استحملش اللفظ، ساب الملعب كده وجري ناحيه احد المشجعين ده واخد كده يرد عليه، لما وصل ان هم تعدوا بينهم وبين بعضهم يا كابتن شبيه. لا بالراحه بس، بالراحه بس، يعني احد المشجعين تعدى على الحكم باللفظ. لفظ لفظيا فقط. لحظه بس، الحكم ساب الملعب وراح رد عليه؟ رد عليه، جري كده عليه نحو كده وخد، كان في مشاده بينه وبين بعضهم، الامر وصل شد بليد، يعني وصل كده لولا الناس الملعب هاج ومجد في الملعب، والحكم في اللحظه دي نهى الماتش. احمد انا بس لازم اكون امين بالنسبه للساده المشاهدين انه والد احمد هو رئيس مركز شباب مغاغه، استاذ محمود عبد الملك، ومن الشخصيات المحترمه جدا، فعشان ما يبقاش الكلام من طرف واحد، ده امر مهم جدا بالنسبه للساده المشاهدين، لانه هجيب الطرف الثاني دلوقتي واعرف القصه. انت بتقول انه حصل احد المشجعين تعدى باللفظ على الحكم اسامه العارف، اسامه العارف ترك الملعب وذهب الى المشجع واشتبك معه بالالفاظ، فوصل الى اشتباك بالايدي. اشتباك بالايدي بقى بين المشجع والحكم ولا عدد من المشجعين تعدوا على الحكم؟ لا، المشجع بس وبقيه المشجعين نزلوا الجهاز الفني ومجلس اداره كله نزل الملعب يا كابتن. الجهاز الفني لمغاغه. لمغاغه. كل الملعب والمشجعين ناس مشجعين، كان في جمهور، انا بديل مغاغه يعني في جمهور في الملعب، مش ما فيش جمهور. ده الحدث ها؟ يا كابتن، هو لعب الماتش كده، يعني الكابتن محسن لطفي اللي هو مراقب المباراه اتكلم كده مع الكابتن مع الحكم وقال له لازم تكمل الماتش امنيا عشان الجمهور ما ينزلش. فعلا كمل الماتش كده روتيني، لكن هو نهاية من جواه قال نهايه الماتش لصالح الوسط. وانتهت بكام المباراه؟ كانت انتهت كام؟ 2-0 لصالح 2-0 لصالح الوسط. يعني كانت في المباراه انت يعني الوسط جاب جونين بعدها؟ هو قبل ضربه جزاء اللي هو مش هو ما احتسبهاش، اللي هو شايفها ان مش ضربه جزاء، كان 1-0 للوسط بس. يعني الوقت اللي هو يعني في كل الاحوال الوسط كان كسبان يعني. كان كذا. شكرا احمد، شكرا جزيلا. انا لازم اكون امين جدا مع المشاهد، يعني هو بالمصادفه ان زميلنا احمد هو مراسلنا في الصعيد، لكنه بالصدفه كمان والده من الشخصيات المحترمه جدا هو رئيس مركز شباب مغاغه، فعشان ما يبقاش انه بيحكي من طرف واحد، لو تقدروا تجيبوا لنا مراقب المباراه كابتن محسن لطفي يبقى كتر خيركم، او الحكم نفسه اسامه العارف برضه يبقى كتر خيركم، عشان نبقى عارفين الدنيا شكلها ايه وايه اللي حصل في الملعب هناك، وعشان ما نبقاش بنقول من طرف واحد. بالمناسبه النهارده كان في بعض مباريات القسم الثاني، بلديه المحله تعادل مع غزل المحله في ديربي المحله بدون اهداف، منصورة فاز على صيد المحلة 1-0، انتاج الحربي تعادل مع نجوم المستقبل 2-2، شباب ابو الصور عامل موسم هايل هايل هايل، كسب المريخ 2-1، كهرباء الاسماعيلية كسب غزل دمياط 1-1. عندنا بعض النتائج العالمية والاخبار العالمية، ارجو انها تكون قدامي معايا اهي النتائج العالمية، تعالوا نشوف كده مع بعض ايه اللي بيحصل في البطولات العالمية. نبدأ بمباراة كامبريدج يونايتد مع مانشستر يونايتد، الناس كلها كانت غاضبة ان مانشستر ما عرفش يفوز على كامبريدج، ادي كمان النهاردة مانشستر سيتي اللي هو متصدر الدوري بيخرج من البطولة امام ميدلسبرو نادي القسم الثاني، وبراتفورد نادي القسم الثاني ايضا بيفوز على تشيلسي متصدر الدوري، متصدر الدوري تشيلسي، صاحب المركز الثاني هو فريق مانشستر
سيتي ودي مانشستر يونايتد كمان بيواجه صعاب عديده جدا امام كامبريدج يونايتد، لكنه وصل لنقطه التعادل وده هيديله فرصه اكبر في لقاء العوده. قد النجوم الكبار شفنا فان بيرسي، شفنا كتير من النجوم موجودين واهداف بالجمله ضائعه وتالق لدفاع كامبريدج. هيبقى لقاء الاعاده، العوده اعاده لان المباراه من دور واحد مش من دورين، مش زي الكاس في اسبانيا. هم سعداء جدا في كامبريدج للتعادل، حاسين انه ده بالنسبه لهم يعني فوز معنوي، سيبقى فرصهم صعبه جدا في لقاء العوده. في الدوري الاسكتلندي سان جونسون كان بيلعب مع ابردين، وسان جونسون كان متقدم في الدقيقه 30 بهدف سجله لابين. بنتابع الاهداف وبنتابع اللقطات المباراه. سان جونسون بالازرق وبيلعب طبعا الدوري الاسكتلندي، لا يرقى ابدا الى المستويات الكبيره في عالم الدوريات الكبيره، يعني بتتكلم على اسبانيا، بتتكلم على انجلترا، بتتكلم على المانيا، بتتكلم على هولندا، بتتكلم على ايطاليا، دي الدوريات الكبيره. جون ولا اجمل لادم روني في الدقيقه 57 لابردين، بينهي المباراه بالتعادل 1-1 ونقطه لكل فريق. نذهب من الدوري الاسكتلندي الى الدوري البلجيكي اعزائي المشاهدين. كي ار سي جينك بيلعب مع بروفيلز، والمباراه خطا دفاعي فادح ويستغله سيشري جيفرز في الدقيقه 42 بيسجل الهدف الاول لفريقه، ثم خطا دفاعي مره اخرى بنجامين دوكلير بيسجل في الدقيقه 68 هدف تاكيد الفوز والثلاث نقاط. اخطاء دفاعيه فادحه. نطير الى هولندا، وتفنتي انشيدا بيصعد الى المركز الخامس بفوز مستحق على هيركليز بهدفين نظيفين. خيسوس كورونا في الدقيقه 2، بصوا الهدف، بصوا برضو الاخطاء الدفاعيه عامله ازاي، بصوا يعني بقول له لو سمحت هات جون، من فضلك هات جون، ويقع بقى يغمى عليه وتجيله سكته قلبيه وازمه نفسيه. مفيش مشكله، لكنه الدقيقه 62 كمان يعني منتصف الشوط الثاني. ثم الدقيقه 88 كالعاده الوجوه العربيه تكون موجوده، بلال بن شيخ بيسجل هدف من اجمل ما يكون، الهدف الثاني لفينتي على حساب هيراكليس وسط جماهيره وسعاده بالوصول الى المركز الخامس. وتفينتي كان حصل على البطوله مره، وازيد الكمار حصل على البطوله مره، والمنافسه دائما وابدا على صداره الدوري الهولندي تجمع ما بين اياكس امستردام وبي اس في ايندهوفن، خاصه لما كان جوز هيدن المدرب الهولندي الشهير هو اللي كان مسؤول عن فريق بي اس في ايندهوفن. خلينا اقول لكم موقف المجموعات في كاس العالم لكرة اليد، بحاول اعرف لكم وانا بحاول بقدر الامكان ان انا اجيب نتيجة السويد وفرنسا. يا ريت تقولوا لنا يا جماعة لانه هنا عندي الموقع مش شغال، فحاولوا تجيبوا لنا اكون شاكر ليكم. السويد كانت مع فرنسا، مصر خسرت من ايسلندا بفارق 3 اهداف، والتشيك غالبا كسبت الجزائر، وبالتالي مصر بقت في المركز الرابع، كنا 5 نقاط، كنا ممكن نكسب ايسلندا نبقى 7 نقاط، سويد وفرنسا حد منهم هيفوز على الثاني قبل ما اعرف النتيجة اهو، كنا نبقى بنفس الرصيد، يبقى فرق السكور، لكن احنا خسرنا وبقينا في المركز. معرفش بقى فرق السكور، لانه هو فرق السكور ما زال لصالحنا، لانه ايسلندا كان ماينس 11، المواجهات المباشره يبقى خلاص ايسلندا وصلت للمركز الرابع الثالث، واحنا بقينا في المركز الثالث رغم ان احنا سكورنا اعلى بكثير. احنا كان عندنا 13 هدف زياده، كان للاسف الشديد كان ممكن جدا. خلي بال حضراتكم احنا جايبين 110 هدف قبل اللقاء ده وعلينا 97، هم جايبين 99 وعليهم 110، حاجه صعبه جدا بصراحه يعني. ها لسه فرنسا والسويد ما بداوش بعد 10 دقائق، وقولوا لنا تشيكو والجزائر كمان هنلعب الدنمارك، هنلعب المانيا في صداره المجموعه لانها تعادلت مباراه وحيده، وربنا ييسر الحال ان شاء الله منتخبنا يبقى كويس. اسبانيا تصدرت مجموعتها، قطر في المركز الثاني، سلوفينيا والبرازيل، ثم خرجت روسيا وتشيلي، خرجت البوسنة والهرسك من المجموعة الأخيرة. الأربع مجموعات المتأهلين كالتالي: مجموعتنا فرنسا والسويد وإسلندا ومصر، المجموعة الثانية ألمانيا والدنمارك وبولندا والأرجنتين غالبا في حالة فوزها على روسيا. مباراة كانت رايحة جاية، أنا بعتذر لكم والله هنا الموقع مش كوت ديفوار، أدركت التعادل مع مالي. خلص المباراة ولا لسه؟ المفروض كده بتخلص يعني في ثواني يعني. اسبانيا قطر سلوفينيا البرازيل،
كرواتيا مقدونيا، النمسا تونس، دول اللي تأهلوا للدور الثاني لكأس العالم. اعتقد كده مصر هتبقى في المركز ال 12. ماشي ماشي، كنا ممكن نبقى احسن من كده بكتير للاسف الشديد، لكنه خرجت مننا. هل سنه حلوه جاهزه وزي النهارده جاهزين ولا لا؟ معايا مستشار جمال عويس. سياده المستشار ازاي حضرتك؟ ازيك يا كابتن؟ وحشني يا فندم، ازاي سعادتك؟ الله يخليك يا كابتن، الله يبارك في حضرتك. يعني بالواسطه السنه دي عامل موسم رائع الحقيقه، يعني والله موسم كويس وامكانيات قليله جدا جدا ضعيفه، ومفيش مساعده من المسؤولين باستثناء محافظ بني سويف مشكورا ادانا 100,000 قريب، غيرها مفيش مساعدات بصراحه. ايا كان انت قدها ودود، ورجالتك قدها ودود كمان، لكن النهارده ماذا حدث في مباراه مغاغه؟ كابتن شوبير، المباراه مصورها ثلاثة النهار الكابتن سامح الفيوم مصور الماتش بيرتش هو الكلام اللي قاله الاستاذ احمد عبد الملك، يعني معلش مع احترامك التصوير هو اللي هيقول الحقيقه بالظبط. قول لي حضرتك، المباراه من اولها لاخرها احنا محاصرينهم في نص ملعبهم، والله اقسم بالله لو في توفيق لباتريك كانت النتيجه دي على 8-0، مش اقل من 8-0. مغاغه مش منفلوط، مغاغه آه مغاغه مغاغه انا قلت منفلوط، معلش معلش مغاغه. في الشوط الثاني حضرتك فاول لينا احنا، هم عاوزين يحسبوا ضربه جزاء، الحكم حسبها فاول لينا، اتلعبت المباراه، فوجئنا بالجمهور كله نزل الملعب ونزل ضرب في الحكم وضربوا لاعب من عندنا، واثناء الحكم حضرتك وهو مع الجمهور لحد حوالي ثلث ساعه، واثناء الحكم وهو والجمهور بيعتدي عليه، واحد من الجمهور نزل ضرب بالبوكس بالبنيه في وش لاعب عندنا اسمه مؤمن صلاح، ضربه جاب دم. وكابتن محسن لطفي اللي هو مراقب المباراه كان قاعد وشاف الكلام ده، هو ما شافوش وهو بيتضرب بس شاف الدم نازل من اخيره، يعني لان كانت هوجه في الملعب. نفسي سعادتك تشوف التصوير يتصور. انا حضرتك يا سياده المستشار، انت لو سمعت المداخله، انا كنت امين جدا وقلت انه احمد ده زميلنا العزيز والده، انت عارف راجل محترم جدا ليه احترامه معانا الشديد جدا، لكن وضحت يعني دوره ايه او هو موجود ايه في الموقع هناك عشان هو ما قالش الحقيقه برضه حضرتك. ما في لاعب اعتدى على لاعب عندنا، اللاعب اللي اسمه احمد معوض اعتدى عليه من اللاعب، واللاعب الثاني مؤمن صلاح اعتدى عليه من الجمهور والحكم. الجمهور معظم احترام حضرتك، لو هو يعني هو راجل محترم وراجل كويس جدا، بس عنده الشجاعه يقول كل اللي حصل له بالظبط. اعتداء كامل، مدير الفني بتاعهم اللي اسمه حجاج ده اقسم له قدامي انا هتتضرب لو لغيت المباراه. انت حضرتك كنت موجود؟ حضرتك قدامي انا وانا واقف وهو هيقول الكلام ده. حضرتك كنت موجود في الملعب؟ أنا كنت موجود سعادتك معاهم وشايف كل اللي بيحصل، ما هنزلت ده شوف سعادتك اللي حصل كده. أنا اتصلت بأمور شركة شرطة مراغة لأن حصل لنا تهديد من الجمهور، هنكسر الأتوبيس وهنضربكم بره. مأمور مركز شرطة مراغة قال لي أنا عاملين لهم محضر قبل كده، قال لهم ما فيش لعب في الملعب ده. يا فندم أنت تعالى حضرتك أمنا بس لما نطلع، النتيجة الحكم لغى المباراة بس بيستكملها شكلاً. تعالى أمنا إن في اعتداءات هتحصل علينا. بعد كلام طويل قال اه خلاص ربنا يسامحه وما جناش، ما سالش فينا وربنا يسامحه وطلعنا سلام يعني الحمد لله. لكن سالتك السؤال دلوقتي، اتحاد الكره ازاي يوافق ان احنا نلعب بدون امن حين ان احنا بني سويف عندنا سعادتك عضو مجلس اداره زياده بيطلعوه، اقسم لك بلا صلاح بدر رئيس منطقه بني سويف الحكم طلعه من الملعب، وده مش جاي معانا درجه رئيس منطقه. وماله النظام على الجميع، اشمعنى النظام مش علينا احنا بقى البلد؟ معلش نعم. كل فرق المنيا مفيش، كل جمهور بينزل ومفيش امن بيحضر. سياده المستشار لن نقر ابدا الخروج عن النص او عن النظام، ومش معنى ان حد بيقرر الخروج ان احنا نقول ده صح، بالعكس يعني اذا كان في ناس بتطبق القانون والنظام نقول لهم كتر خيركم برافو عليكم وده امر شديد الاحترام، لكنه اذا كان في خروج عن النص لابد ان احنا نتوقف امام ده ولحد ما نسير دورة القانون ده المهم جدا سواء في الملعب او خارج الملعب. عم ببارك لك على الفوز النهارده، وكان لازم نسمع صوتك وكان لازم نعرف وجهه نظر الطرفين لان ده امر في غايه الاهميه. تحب تضيف حاجه يا فندم؟ في مشكله ثانيه الله ارجوك يعني سيادتك تشيلها لنا برضه. اتفضل. نادي المنيا طلب من اتحاد الكره ان يلعب مبارياته يوم السبت على استاد المنيا. كلمت الكابتن خالد كامل قال لي اصل نادي المنيا بيلعب خارج ارضه ما عندوش ملعب. الله انا بقى لي 3 سنين بلعب خارج ارضي، انا بلعب في بني سويف ما بلعبش في الوسط، بقى لي 3 سنين كنت بلعب في هناسيا. التليفونات ما بتلعبش في بني سويف، بتلعب في الاسيوطي. اشمعنى المنيا هتعملوا لها يوم؟ لا ده في سعادتك هنا في عدم تكافؤ فرص ان هو يلعب في يوم غير اليوم بتاعي. انا بعت اعتراض النهارده وبعتنا بنقول ان احنا مش موافقين على ان المنيا تلعب يوم السبت، يا اما تخلوا المنيا تلعب يوم الخميس، يا اما تغيروا اليوم للمجموعه كلها وتلعب كلها يوم السبت او الحد او اي يوم يعجبكم. هجيب خالد كامل دلوقتي على التليفون اعرف وجهه نظره. اشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار جمال عويس، الحقيقه الراجل عامل دور كبير جدا جدا مع نادي الواسطه. نادي الواسطه بينافس السنه دي وهم 3 فرق بيصعدوا
من المجموعه لدوره الترقي وهم عندهم فرصه كبيره، والمنيا عندهم فرصه كمان كبيره، ويمكن تليفونات بني سويف. اعتقد دول الثلاث فرق الاقرب للتاهل لدوره الترقي باذن الله. كلهم لهم احترامهم ولهم تقديرهم عندنا، لكن انا بقول الشكل الاكبر عامل ازاي. من موقع الشروق جمال علام بيقول انه الحكام المصريين هم الافضل في مباراه، افضل بصفه عامه، لكنه قال الطاقم الاجنبي هيصل من الاربع، وقال انه ده حرصا على الحكام المصريين. كان اجتماع اللجنه الخماسيه لاختيار المدرب النهارده، وزي ما قال لنا العميد ثروت يمكن يعني الاجتماع كده كان صنفه سوء، يعني ما كانش اجتماع مهم يعني، او تم تأجيله، او يعني كان حب يعني المقاولين رفض بيع محمد سالم للنادي الاسماعيلي. والكابتن حسن شحاتة اكد انه محتاج كل لعبته في الفترة المقبلة، وده امر ما حدش يقدر يتكلم عليه فيه. ناخد استاذ خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني. استاذ خالد مساء الخير يا فندم. مساء النور يا كابتن. ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا رجل. عندك مشكلتين، الاولى انه نادي الواسطة رافض ان نادي المنيا يلعب بمفرده يوم السبت، وقال انه حجتكم انه بيلعب خارج ملعبه، ما انا بلعب خارج ملعبي والتليفونات بيلعب خارج ملعبه، وبالتالي لا تمييز للمنيا على غيره، وطلب تكافؤ الفرص. اتفضل. تمام يا راجل. ما شايف نادي المنيا مشكله ايه بصفه عامه، ان كل فرق المنيا بتلعب في مشاكل امنيه وفي مشاكل في الملاعب. نادي المنيا اخيرا بعد حوالي 14 من الاتصالات مع جامعه المنيا وافقوا لهم على اللعب في استاد جامعه المنيا بشرط المباريات تكون يوم السبت. وبالتالي لو بحضرتك بصيت احنا فاضل بالظبط 9 اسابيع او 10 اسابيع، يعني عنده 4 ماتشات في ملعبه او 5، واحده يعني حاجه من الاثنين. فقلنا يلعب يوم السبت ما فيهاش مشكله فيما عدا اخر اسبوعين من الدوري. اخر اسبوعين من الدوري كل المباريات هتقام في توقيت واحد وفي اجواء يوم واحد. وكلمني فيها المستشار رئيس نادي الواسطه، قلت له القضيه سهله جدا ودي لها ظروفها، واذا كانت فيها مشكله في الثلاث فرق اللي بينافسوا سهل جدا ان احنا نرحل 24 ساعه 48 ساعه بدل الخميس يلعبوا السبت الثلاث فرق اللي بتتنافس. هو لسه الدوري فاضل فيه 10 اسابيع. يعني انت ممكن توافق للواسطه، ممكن اوافق للتليفونات للمنيا ان هم يلعبوا السبت كله، ما فيش مشكله 48 ساعه يا كابتن. طيب، لكن هو في الاخر اخر اسبوعين والموافقه جت، وده فرصه ان نلعب على استاد محترم استاد المنيا. طيب كويس، يعني انت ممكن تعمل تكافؤ فرص ان الثلاثه يلعبوا يوم السبت، ما فيش مشكله خالص. حلو، ادي واحد. اتنين، النهارده الازمه اللي بين مغاغه والواسطه، اكيد جالك معلومات عن ما حدث في الملعب. جالي معلومات، بس انا مستني تقرير الحكم وتقرير مراقب المسابقات، واحيانا تقرير مراقب الحكم فيما يخص لو في نقطه مش واضحه في تقرير المسابقات، وبناء عليه بناخد قرار اللجنه. واللائحه واضحه يا كابتن، ايا كان مين بيغلط يقول حسب اللائحه. لكن ما عندكش معلومات اوليه يا استاذ خالد؟ لا والله ما عندي اوليه، لان انا يعني حتى الان كلام بسمعه، لكن مراقب انا ما بتصلش بمراقب مستمعات يا كابتن احمد عشان ما يبقاش عندي مع تاثير عليه في كتاباته. تمام، يعني انا بسيب مراقب مستمعات يبعت تقريره. تمام، ويوم الجلسه بيوصل امتى التقرير يا كابتن خالد؟ يوصل ان شاء الله بكره بالباكس ان شاء الله. اشكرك، شكرا. واحنا عندنا كده كده الاجتماع يوم الثلاث الصبح ان شاء الله، كنا المفروض عم نعمل كل يوم الاثنين، لكن الاسبوع ده نظرا لان في ماتشات يوم الاثنين كمان. نعم، المؤجلات عشان الكاس، فيوم الثلاث صباحا يا كابتن هيبقى القرارات كلها ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا. كرابيا على خطى اليوم السابع برضه نفس الوقت خد التصريح بتاع الكابتن علاء عبد الصادق ونسبه لمراسل كرابيا، التصريح اللي قاله الكابتن علاء عبد الصادق خاص باللاعب موسى يدان. الحقيقه برضه انا باكد ان هذا التصريح كان عندنا احنا في البرنامج. هل هو موقف مثلا من المواقع انا مش واخد بالي ولا ايه؟ انا يعني اكيد انتوا حضراتكم شايفين ان احنا نتعامل بكل الاحترام وكل الشفافيه مع كل الزملاء ومع كل المواقع، بنحاول نديهم كلهم حقهم دون استثناء. الحقيقه مش قادر افهمها، اكيد في حاجه غلط يمكن عندنا احنا، جايز يعني انا بفتح المواقع كلها عشان اشوف بس هل الكلام ده موجود في كل المواقع ولا لا، وليه الزملاء الاعزاء يعني معانا غير مع البرامج الثانيه. قبل ما اشوف زي النهارده بس اشوف مثلا
برضو في الوطن نفس القصة، أكد على عبد الصادق أن الأداء اللي قدمه الفريق في مباراته الأخيرة أمام بتروجيت كان أفضل مباراة اليوم طلع الجيش. صرح على عبد الصادق قدمنا أداء أفضل أمام بتروجيت، ولكن اليوم حصلنا على 3 نقاط هو المطلوب. التصريح اللي متاخد برضو من عندنا لكن يبدو أنه الغلط عندنا، فيما يبدو أن الغلط عندنا. يعني أنا ما في موقع بقول إلا يعني بجيب أخبار إلا ما أقول نقلا عن موقع كذا، فأرجو أن أنا أكون غلطان، يعني أرجو أن أنا أكون مش واخد بالي، أو أرجو أن يكون كلامي غلط. يعني أنا أحب أن كلامي يكون برضو نفس الوضع. تصريح الكابتن طلعت يوسف نفس الوضع، يلا ما علينا مش مشكلة. يعني خلينا نروح زي النهاردة ونرجع تاني. ١٩٩٦ أحمد الكاس يحرز هدف فوز منتخب مصر على جنوب إفريقيا في نهائيات كأس الأمم الإفريقية ويقوده لبلوغ ربع النهائي. ٢٠٠٦ تعادل منتخب مصر مع المغرب بدون أهداف في الجولة الثانية بالدور الأول لنهائيات النسخة رقم 25 لكأس الأمم الإفريقية.